السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة باغادي ديوغو. سعيدة جدا بلقياكم كالعادة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير محنشات مورقين وخفاف معمرين بالكفتة، الجبن، البصل والفلفل الأحمر، كيجيو لذاذ ورائعين من ناحية الشكل كما كتشوفوا، كيشهيو ومتقونين. غادي نعطيكم طريقة تحضير خطوة خطوة حتى المبتدئات بإذن الله ممكن أنهم يحضروهم. غير خليكم معايا، إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش ديروا لايك، ولا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناة وعجبكم الوصفات مرحبا بكم، اشتركوا وما تنسوش تفعلوا الجرس باش ما تفوتكم حتى وصفة. يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بتحضير العجين لانه كيحتاج وقت باش يرتاح. طريقه العجين درتها معكم لعده مرات، غنعاودوها بسرعه للمشتركين الجدد. انا خديت هنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض و200 غرام ديال الدقيق الاصفر او الفينو او دقيق القمح الصلب، غنضيفوا عليهم شويه ديال الملحه، ثم غنضيفوا معلقه كبيره ديال العسل. وهنا ما تخافوش من الحلاوه ديال العسل، فهي ما كتبانش نهائيا في هاد المحنشات لان الحشوه مالحه، غير هي كتعطينا واحد النتيجه ممتازه للعجين. كنجمعوا هاد العجين بماء بارد، ما ديال الروبيني، حتى نحصلوا على عجين يكون رطب كما كتشوفوا، ماشي قاصح وفي نفس الوقت ماشي جاري. من الاحسن اننا نغطيوه ببلاستيك غذائي قبل ما ندلكوه، كنخليوه يرتاح لمده 15 دقيقه على الاقل، من بعد كنرجعوا ليه ندلكوه وكنعاودو نخليوه يرتاح وندلكوه. كنكرروا هذه العمليه جوج او ثلاثه ديال المرات، هي كل ما تكررات كيكون احسن حتى يتدلك لنا العجين مزيان. من بعد ما ارتاح العجين وتدلك كناخذوا شويه ديال الزيت كندهنوا يدينا وكنبداو نقطعوه الكويرات. ها نتوما كتشوفوا العجين الشكل ديالو كي داير، فهاد الطريقه اللي عطيتكم كنحصلوا بها على عجين رائع جدا. غادي نبداو نقطعوه على الكويرات، انا درت هنا كويرات صغار، وهاد الطريقه راه ماشي صعيبه، راه ساهله. فملي تدخلوا الصباح الكوزينه خلطوا هاد العجين وخليوه يرتاح، وغتمشيو تقضيو الشغل ديالكم اولا تفطروا. من بعد كترجعوا ليه كدلكوه غير واحد شويه ماشي بزاف، وكترجعوه يرتاح. كتبقاو نتوما كديروا الشغل ديالكم في الكوزينه وانتوما مره كترجعوا ليه دلكوه شويه. كنستمروا بهاد الطريقه حتى نكملوا العجين اللي عندنا كله. انا كنسد هذيك الفتحه اللي كتكون لتحت صافي، وكنغطيوه ببلاستيك غذائي وكنخليوه يرتاح حتى يتطلق. من الاحسن نخليوه ساعتين باش يسهل علينا اننا نورقوه. كنمشيو في هذه الاثناء نحضروا الحشوه. الحشوه ايضا الكميه كتبقى حسب الرغبه وحسب عدد الافراد. غنحتاجوا البصله مقطعه قطع صغيره، فلفله حمراء مقطعه ايضا قطع صغيره، زيتون مقطع، جبن محكوك، انا استعملت هنا جبن جودة. غنحتاجو كميه ديال الكفته، قزبر ومعدنوس مقطعين، وشويه ديال زيت الزيتون او زيت عادي. غادي نحتاجو جوج فصوص ديال الثومه والتوابل اللي هي عويد ديال القرفه، فلفله حمراء، سكينجبير، خرقوم بلدي، البزار، كمون، وشويه ديال الملحه. كناخذوا البصله نوضعوها في مقلاه ونضيفوا عليها الزيت، ثم كنوضعوها فوق النار وكنخليوها تشحر حتى تدبل، وحنا مره كنقلبوها. من بعد كنضيفوا الفلفله حمراء مقطعه وكنخليوها كذلك واحد شويه تشحر. ثم كنفرغوا مكان في المقلاه وكنزلوا فيه الكفته باش تشحر.
نحاول نحلوها بالمعلقة لأننا بغيناها تكون طريفات صغار، ما بغيناهاش تكون قطع كبيرة. أنا غنضيف شوية ديال زيت الزيتون لأن المقلاة ناشفة من الزيت، هاد الزيت غير باش تشحر فيه الكفتة. وكنبقاو نقلبوها وحنا كنحلوها كما كتشوفوا. ثم نضيف ثومة محكوكة، وغادي نضيف أيضا التوابل كلها اللي ذكرت على الكفتة مباشرة. وكنخليو هاد الكفتة غير واحد شوية تشرب هاد الإقامة. الكفتة ما كتحتاجش وقت كتير في الطياب، اللي إلا طيبناها بزاف غادي تنشف صافي. وكنخلطوا هاد المكونات كلها، نشفوا مزيان الحشوة من الماء، ضروري الحشوة ما يكونش فيها نهائيا حتى قطرة ديال الماء. وفي آخر مرحلة كنضيفوا قزبرة ومعدنوس مقطعين والزيتون مقطع صافي. غنخليوها غير واحد شوية حتى تندمج هاد المكونات، ونطفيو على الحشوة ديالنا ونخليوها تبرد. بعد ما بردات لينا الحشوة مزيان غنضيف عليها الجبن المحكوك ونخلطه، والحشوة ديالنا دابا جاهزة ممكن أننا نخدمو بها. غادي نحتاجو شوية ديال الزبدة دايبة مخلطة مع الزيت، ممكن تورقو غير بالزيت، وإذا كانت الزبدة فيها الحليب أو فيها الماء نحاولو نصفيوها. كندهنوا سطح العمل بهذا الخليط ديال الزبده والزيت، وكنبداو نطلقوا العجين ديالنا، نحاولوا نطلقوه على شكل مربع باش كيجيونا المحينشات مقادين. كندهنوا بخليط الزبدة والزيت ونقلبوا، ونحاولوا نورقوا هاد العجين مزيان. فكل ما كان العجين مورق كل ما كيكونوا هاد المحينشات ناجحين، كيجيو تماما بحال لاباط فويتي. وللإشارة هاد العجين ما فيهش الخميرة نهائيا، كيجيوني بزاف ديال الأسئلة كيسولوا شحال درتي ديال الخميره. انا ما درتش الخميره نهائيا، فإلا تورق العجين غادي يتنفخ في الفران غير بوحدو. نحاولوا نورقوا مزيان ثم نبداو نجبدوا كما كتشوفوا غير بشويه باش ما يتقطعش العجين. وهنا الا كان العجين مدلوك مزيان ومرتاح ما تخافوش انه يتقطع. وإلا تقطع واحد شوية ماشي مشكل، غير جربوا هذه الطريقة اللي عطيتكم ديال العجين، فهي كتعطينا واحد العجين ديال المسمن اللي هو مميز جدا جدا. انا من نهار جربت هذه الطريقة هي اللي كنحضر بها دائما العجين ديالي ديال المسمن. ثم كنبداو نوضعوا الحشوة كما كتشوفوا بشكل طولي، نقادوها وغادي نبداو نجمعو العجين. الى لاحظتوا انا ما وصلتش الحشوه حتى للراس، فهادوك لي زيكستريميتي بجوج ما عامرينش، يعني ما وصلتش الحشوه حتى للخر ديال العجين. كنطويو عليها وكنبسطوها غير واحد شويه كما كتشوفوا،
وكنكملوا بنفس الطريقه. فهادو هما اللي كنهضر عليهم، هاد الاطراف ما معمرتهمش، خليت واحد شويه خاوي ماشي بزاف باش نسدو على الحشوه ديالنا، وكنستمروا حتى نكملوا هاد العجين. من بعد كنبسطوها غير واحد شويه باش كنخرجوا هذاك الهواء اللي لداخل غير شويه، ثم كناخذوا هاد الطرف نحاولوا نبسطوه هانتوما باش تشوفوا مزيان، كنحاولوا نبسطوه واحد شويه، وكناخذوا سكين وكنقطعوا الفائض ديال العجين، ما نخليوش العجين خاوي بزاف لانه غادي يجينا معجن لداخل، فقط اللي يكفي باش نسدو على الحشوه صافي. وغادي نلفو هاد المحينشه بهذه الطريقه، وغادي ناخدو هاد الطرف الاخير حتى هو كنورقوه، وغادي نقطع منه الفائض، يعني غنخلي ما يكفي باش نلفو لتحت ديال المحينشه كما كتشوفوا، غادي ندخلو في اسفل المحينشه باش كنسد وكنعطيها شكل مقاد. نبسطوها غير واحد شويه صافي، وكنحطوها مباشره في صفيحه اللي كتدخل الفرن. انا فرشت ورق الطبخ في الصفيحه، فكيجي الشكل ديالهم تكون كما كتشوفوا بطريقه سهله جدا. غنمشي ونشوفوا مسمنه اخيره، دائما ندهنوا سطح العمل قبل ما نبداو، وكنبداو نورقو نحاولو نعطيوها شكل مربع. ندهنو بخليط الزبدة والزيت ونقلبو، نحاولوا نجبدو كما كتشوفوا غير بشوية. ما نساوش الجنيبات، ثم كنحطو الحشوة وكنجمعوا العجين بهذه الطريقة. نحاولوا نبسطو غير واحد شوية وكنبداو نطويو. نحاولوا نبسطو واحد شويه ونرقو او نورقو هاد الاطراف،
ونأكد الحشوة ما نوصلوش بها حتى لآخر الطرف، يعني ملي نكونو نعمرو كنخليو شوية في الأطراف خاوي صافي، وكنلفوها على هذا الشكل. إذا كان عندنا فائض ديال العجين في الأطراف كنقطعوه، ما كانش فائض كنخليوه. كنورقو هاد الطرف الأخير، أنا غنقص منه شوية، وكنلفوه لتحت ديال المحنشة كما كتشوفوا باش كنثبتوه، وكنقادو الشكل كنبسطوها غير واحد شوية ماشي بزاف، ومباشرة للصفيحة ديال الفرن نحطوها. الفران ديالنا في هاد الأثناء ضروري يكون سخون مزيان، كنستمروا حتى نكملوهم كلهم. وكناخدو أصفر البيض كنضيفو عليه قطرات ديال لاصوص صوجة أو لا شوية ديال الفلفلة حمراء أو لا قطرات ديال الخل، وكندهنو هاد المحينشات ديالنا. من بعد كندخلوهم الفران اللي ضروري يكون سخون مزيان على درجة حرارة مهيلة حتى كيطيبوا على خاطرهم ويتحمروا ونخرجوهم. وغادي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال المحنشة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى أن الوصفة تعجبكم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.